في مدفون محمد الخامس والحسن الثاني والامير مولاي عبد الله. تبارك الله داك الشيء. تبارك الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله، تحياتي كاع المتابعين ديال قناه اسماك المديريه ولا صفحه المديريه على فيسبوك. المهم قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم، راه غادي ان شاء الله نخرج واحد الخريجه زوينه على الوالدين ديالي وداك الشيء. وبالنسبه للناس اللي كيقولوا لي في الكومنتات لا ما تبقاش تبين الوالدين وداك الشيء، انا غادي كنبين واحد الميساج زوين للناس. بحال مثلا كاين اللي غيتفرج الفيديوهات ديالي في الدراري وداك الشيء، كنت خاص مع والدي وداك الشيء، نمشي نتصالح معاهم وهادي، فهمتي؟ واحد الميساج كيدوز زوين وداك الشيء، انك انت وباك متفاهمين وهادي. الله يحفظنا لبعضياتنا والله يحفظنا ما شاء الله الخلق يا ربي. ما بين 80 شي 170 كومونتير في الفيسبوك في الفيديو الاخر اللي لحت اللي مشينا للجديده، ما بين 178 كومونتير جاونا شي 10 كومونتيرات اللي خايبين. المهم شي 8 فيهم كيعيروا داكشي، والاخرين ديناتهم واحد السيده هذه اللي ما فهمتش. كاين الناس بحال كوا شي قلبهم كحل، قالت لي انت من الحوينات صغيور عندكم في السوق النموذجي في حي الشريفه كتبيعوا غير السردين وراكب على المرسيدس، واش باقي بحال هاد العقليه هادي؟ انا تلبت. واش باقي الناس ما كيبغيوش الخير للناس، بغيو يشوفوك ديما ما يبغيوش يشوفوك بخير وخدام على والديك وعلى وليداتك، يبغيوك تشوفو غير شمكار كتكمي ولا كتشرب والحبس وهادي، ما فهمتش. المهم راه دخلت عند البروفيل ديالها، دخلت عندها لقيتها واحد المرا قالت لي انا كنتقدم عندكم وداك الشيء، قالت لك الله يجزيك من الجيعان الى دار، شحال طلع لكم هاد الغدا هادي. انا ملي مشيت درت داك الفيديو عرض على الوالدين وداك الشيء، قلت ما فيها باس ندوز معايا خويا انس صديق ديالي وداك الشيء، بان حتى هو المهم الشاب حنا خدامين الحمد لله، خدامين هاد البلاد هادي. بحال مثلا انا وعد بلا قوه قول، انا خدام في المحل، خدام معايا 6 دراري، هو مشيت ريحت ماشي كنشوف الماكله، المهم الماكله زوينه وداك الشيء، كنشوف الناس اللي خدامين معاه، يعني شحال من عائله، كاين بزاف ديال الناس، يعني بلاد محرك فهمتي. كنشوف شاب حتى هو طموح وداك الشيء، ماشي عاطيه غير نعاس عنده فلوس وناعس ولا سميتو، كتبان بنادم محرك شويه داير الله يسهل على كل واحد. ملي كنشوف انا والله الا ملي كنشوف شي واحد عنده شي طوموبيل زوينه ولا سميتو نقول الله يسهل عليه، بسم الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، ديما الحمد لله ديما في فمي. بالنسبه للمرسيدس في الفيديو الجاي ان شاء الله غنشرح لكم كلشي كيفاش درت المرسيدس وكيفاش توصلوا المرسيدس وكيفاش ديروا مرسيدس نتوما ان شاء الله، لا من اليوتيوب لا من الفيسبوك لا من التيك توك لا من بلا محتوى بلا والو، غنوريكم كيفاش غديروا ان شاء الله في الفيديو الجاي. اليوم اثنين، غادي نلوح فيديو جاي ان شاء الله نهار لعبة، نهار لعبة نحط فيديو ديال المرسيدس اللي درت ليها ان شاء الله. خليكم معنا، تحياتي لكم. ملي دخلت عند البروفيل بانت هي امراه كبيره واحد شويه في لاج، تكون هذيك ما بين 40-50 عام، عندها وليداتها. ماشي نقول لك تنتي الله يخرج هذاك الشيء اللي تبغي ليا، بغي الوليدات وليدات نبغي لهم انا الخير، الله يسهل على كل واحد، ما يكونش قلبك كحل. نغيروا شويه، نغيروا من عندنا حليم من عندنا التغيير، ماشي انت ما تبغيش تخير الناس. الله يسهل على كل واحد، الله يسهل على كل واحد، كل شيء يركب وكل شيء صو وكل شيء سهل لله. يلا تحياتكم، خليكم مع الفيديو دابا ان شاء الله. حنا غنمشيو ان شاء الله العاصمه الرباط، ما تنساوش بارطاجيو هذا الفيديو هذا، الدعم اخوكم على القناه في الفيسبوك اليوتيوب ولا الصفحه في الفيسبوك. تحياتي لكم، يلا خليكم مع الفيديو. المهم راه كنشجعوا على السياحه الداخليه. يلا السلام عليكم ورحمه الله، صباح الخير عليكم، تحياتي لكل المتابعين ديال قناه اسماك المديريه، ما تنساوش لايك وابوني هذا الفيديو هذا. المهم اليوم ان شاء الله حنا خارجين ان شاء الله نمشيو للعاصمه الرباط، عشان انا غادي معكم شويه بشويه ان شاء الله. كنشجع على السياحه في البلاد، الناس ديال المغرب دوروا بلادكم هي الاولى، عاد سيروا لسبليون سيروا لطاليان وجد تسركلو مزيان في البلاد. المهم اليوم حنا غادي ان شاء الله للرباط، شوف نضربوا دويره تماك، شوفوا فين غنمشيو ان شاء الله، خليكم معنا شوفوا فين غنمشيو ان شاء الله. ورا الغدا عند خويا امين، خويا امين فتح واحد الريستورون تماك ان شاء الله، غنمشيو عندو نشوفو شنو كيقدمو داك الشيء. قال لي كيدير داك الشيء ديال الدار، نمشيو نشوفو داك الشيء كيدير ان شاء الله. يلا تحي، ماشي كندير الاشاره ولا شي حاجه، كنمشي عند الناس زوينين الاصدقاء ديالي وداك الشيء نكون نخلص. السلام عليكم. يلا خليكم معنا شوفوا شوفوا قضية كي دايره تما ان شاء الله، عندي معي الوالد والوالده والدار كاملين ان شاء الله. يلا
بسم الله توكلنا على الله. انا اللهم بارك والد منور اليوم. ها خير يا والد، الله يعطيك الصحه. الرباط ان شاء الله تما وصلت تماك وحنا معاكم ان شاء الله. العاصمه انا اللهم بارك، العاصمه عاصمه المغرب انا الخضوريه اللهم بارك. انا شو الدنيا كي داير؟ انا تبارك الله ما شاء الله. طيب لك ترتاح واحد الجو رائع. ها البلاد ديالنا هان اللهم بارك. هان شو الدنيا كي داير؟ لا غادي كتقدم اللهم بارك الابراج اللهم بارك. هان والله يرقى ساميلا ملي كنشوف هذاك الشيء في فيسبوك تنقول واش هذاك المغرب؟ هذا هو المغرب، ها المغرب ديالنا. الحمد لله الحمد لله على هذا البلاد، الحمد لله على هذا الخير. نحن دابا وصلنا، هذه الدخله ديال الصومعة حسان. انا بعد ان شاء الله خويا يا سان دري هو اللي حسن اللي كيقول لك نصفها ذهب ماشي من ذهب يعني ذهب مشى احنا دابا في الضريح في مدفون محمد الخامس والحسن الثاني والامير مولاي عبد الله. راه من ايام كورونا سدات ما بقاش تحلات. كنا باغيين ندخلوا نوريكم داكشي من الداخل. مهم الله يرحمهم من هنايا، الله يرحم محمد الخامس والله يرحم الحسن الثاني والله يرحم الامير مولاي عبد الله والله يطول عمر الملك ديالنا محمد السادس والله يشافيه والله يحفظ مولاي الحسن والاسره العلويه كاملين. تحياتي لكم، تحياتي للامن، تحياتي لكاع اللي واقفين على ذات الضمير من هنايا من رباط العاصمه. اهلا احنا وصلنا دابا هنايا للمطعم. هو انا كما كتشوف اسميت المطعم الو دادا. المهم غنخليكم على نمره التليفون والانستغرام هنايا. راه واقف على واقفين على الشغل ديالهم بيديهم، كاين هو وامو هاي كيطيبوا داكشي على يديهم، داكشي ديال الدار. انا تبارك الله مو داكشي على ضمانتي انا يعني. انا بلاتي تبارك الله ما شاء الله داكشي نقي. واقفين على الشغل ديالهم بيديهم، الا جيتو غتفكروني. نخلي لكم الرقم التليفون والانستغرام ياك اخويا امين. اهلا تبارك الله ما شاء الله. انا المهم اللهم بارك هذاك الشيء. الحيمه وصفة رجل اسف اللهم بارك. هاي تبارك الله ما شاء الله. هذا العويس هذا الخيز ما عرفت شنو هو كيبرد القلب. خاص خيزه ديال الباربا اللوبيا خيزو طاطا كفيته فهد محيح خبيزات هما ديال القمح صفرتي العاوتاني. انا اللهم بارك. انا هذه الصفه ها هي. انا اللهم اللهم بارك سير الله يعطيك الصحة. هذا القمرون ها هو وهذا عصير ديال الحمر. يا سلام الوليد. مرحبا بكم
الله يسهل على جميع المسلمين كمدينة. أنا أريد دعوة لي الله يسهل على جميع المسلمين. اهم حاجه شنو هي الدري وقفوا مو على الطياب، يعني مو اللي كطيب على يديها كتاكل واحد الماكله ديال الدار على الوالده ديالك مطيبه لك وجيت تتغدى. احنا في الرباط دابا هذا الشيء ديال الدار اللهم بارك. هذا هو سرير الحمر. يا سلام بسم الله. هذا يلا شاو بوزروك اللهم بارك. سير الوالد الله يعطيك الصحة. سخون أخلي بحلول عندو ام نوح لما هاكي بغبغ هنا مزروق بال ما بين الرباط والمحمدية. كاين واحد مزروق بلد خلاص في الصخر صغير وزوين بوحدو. سير الله يعطيك الصحة. أنا هذا مسرح وطيلة هذاك برج محمد السادس. انا نلقى حيوات كاين هنايا. الوالد ها هو تبارك الله. الوالد الله يحفظك السي مهدي. سلمي على المشاهدين. تحياتي لكاع المتابعين. شو هذاك الدري سيد المزابي اللي كيسمع؟ محمد مستور. محمد مستور تحياتي. محمد مستور تحياتي. حيمات مزاب الله يعطيك الصحة. قزار بمعنى الكلمة. وتحياتي لخويا كمال مشاريو الله يشافيك البنيه يا ربي. جيب لهم اللامبورغيني. تبارك الله داك الشيء. تبارك الله ما شاء الله. المهم حنا غنسالو فيديو ديالنا ديال اليوم في مارينا في الرباط. كي جاك الوالد داك الشيء؟ كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم واللايك ديالكم. تهلاو.